ولوالدينا آمين. جميع المسلمين والمسلمات آمين. المؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات آمين. السلام عليكم. معكم أخت مرحومة هبة الهلالي. صراحة الحمد لله كنشكر ربي حجبنا أخت ديالي. هادشي اللي كنا كنطلبوا من الله صراحة كنا كندعيوا ليل وصباح وكنتمنى من الله وكنتمنى من الجميع ترحم عليها. ومتلقت الخبر فرحت صراحة حيت ما تحنا بيدنا من سمعنا بالله اخت تلقات جبرنا فهاد المومنتو هذا. راه الحمد لله كاين لي يا ربي السلامه راه كيدوز عامين ثلاث سنين شهرين عاد باش كيجبروا حتى كيتعدوا عاد كيجبروا. حنا كنحمد الله حيت جبرناها في هذا الشيء هذا والحمد لله يا ربي. نصيحه من عندي كاخت بحر ما صالحش خصوصا بحر الاشقر ما صالحش خصوصا الدراري الصغارين والدراري الكبارين حيت شحال واحد مشى ضحيه في البحر شحال واحد مشى ضحيه. وكنتمنى كنترجم الامهات تحتفظوا بولادهم بغاو شي حاجه يمشوا للغابه بغاو شي حاجه يمشوا يخرجوا للحديقه تلا عطى الله فين يخرجوا. البحر ما يمشوا له شي حيت البحر راه غدار البحر راه غدار وبزاف. وهادشي اللي غنقول لكم السلام عليكم. لا الحاله ديالي صراحه الحاله ديالي بالنسبه لي انا صعيبه حاله والديت كذلك ومثال كل شيء صراحه راه قبل ما نشرح لكم وصافي انتنا كتشوف على عينك الحمد لله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.